رأيي في مركز الفجر، هذا جيد جدا. مركز الفجر بالنسبة لي، مركز الفجر هذا يعني يبقى في أول درجة من المراكز، وإن كان في مصر كثير من المراكز، أما مركز الفجر هذه هي أعجبني. أولا دراستها، ثم آداب الموظفيها، وثانيا الرحلات التي معنا. وإنني مسرور ومبسوط جدا بالنسبة لهذه الرحلة، وكذلك أنا مبسوط أنني شرفت بالإخوة، ويسرني أن أقدم هذا السرور والسعادة لكل الإخوة، وأرحب بهم جميعا، لأن هذه الرحلة أنا كنت في كثير من الرحلات مع الإخوة، أما هذه الرحلة الوحيدة من وسطهم أنا أحببته بالضبط يعني. السلام عليكم.